شعرك هايش، شعرك مقصف، شعرك ما بيطولش، شعرك خفيف، شعرك بيشبك في بعضه وصعب تصرحيه؟ جايبه لكم الاختراع ده، زيت شايني بوني. وطبعا انا ما صورتش الفيديو ده غير لما جربته فتره كبيره، وفعلا مفيش حاجه مكتوبه على الزيت ده انه بيعملها وما عملهاش، يعني بيطول الشعر. عايزه اقول لكم انا كان شعري بقاله فتره كبيره ما بيطولش، ده نتيجه الصبغه، نتيجه ان انا كنت بروح كوافيرات وكان بيتقص شعري بطريقه غلط، كان بيحصل له حاجات كتير تاذيه فما كانش بيطول. الزيت ده بعد استخدامي ليه فترة فعلا فرق جدا في الطول، وانا خدت بالي وحتى انا ما كنتش مصدقه، يعني اللي هو ايه ده، معقوله الزيت عمل كده؟ فانا كمان بستخدمه اللوجي، فسالتها قالت لي فعلا يا ماما انا كمان حاسه ان شعري طول، بيتقل الشعر كمان. انا استخدمت الايلين، ايلين كان شعرها خفيف جدا وفي حتت فيها فراغات، ولقيته فعلا تقل شعرها. فبالنسبه لي الزيت ده فعلا بيعمل كل الحاجات المكتوبه عليها، يعني دايما ما بيجيب حاجه بيتكتب عليها حاجات كتير، مش دايما كله بتبقى حاجات حقيقيه، بس الزيت ده فعلا لقيته بيعمل كل الحاجات دي. الحاجات اللي ممكن تبان من اول استخدام، بيمنع الهيشان، بيناعم جدا الشعر، وكمان ريحته حلوه جدا. اني حاطه حاجه فيها ريحه برتقان، يعني مش الزيت اللي الواحد يحطه يبقى مخنوق من ريحته، لا ريحته حلوه جدا. ودلوقتي هشوفه معاكم على شعر لوجي، وهنشوف قبل وبعد الزيت هيفرق مع شعرها ازاي. جي انا غسلت شعرها كويس جدا، نشفته كويس، ابتدي بقى ان انا احط الزيت. عايزه اقول لكم كمان ان حجم العبوه كبير جدا، يعني شويه دول انا استخدمتهم انا ولوجي، ان عبوه الزيت دي 250 مللي. فانا دلوقتي عايزه اوزع بقى الزيت على شعر لوجي كله، فانا هستخدم مشط توزيع الزيت، وهبتدي بقى بالمشط هوزع على الشعر كله بصراحه. لازم اتاكد ان الزيت دخل كويس في الشعر كله كده. انا كده وزعت الزيت كويس جدا على شعرها كله، وطبعا ده انا بعمله بالمشط، ولو مفيش مشط توزيع الزيت ده عادي ممكن اعمل باي مشط عادي، يا اما بايدي اعمل لها مساج في فروه راسها، يا اما لو معايا فرشه زي دي ابتدي ان انا اعمل كده في فروه راسها كلها. وعلى فكره دي خطوات عمل حمام الزيت بالظبط، يعني زي ما الكتاب بيقول، بس انا مش دايما بعمل مع لوجي كده، واصلا انا كتير بحط لها الزيت ده على شعرها كده بعد ما بتاخد دوش، وبرده بيفرق جدا في الهيشان، وبيفرق جدا في الشكل، وبيفرق في النعومه. مو بقى كده كله على بعض، اعمل له كحكه، بعدين هحط لها التاب. هو اللي بعد كده ان انا احط فوطه سخنه، فوطه تكون محطوطه في ميه سخنه واحطها على راسها لمده 10 دقائق، بس انا عندي البرو كاب الحراري ده فانا هستخدمه معاها. طبعا انا سخنته، البرو كاب ما بيتحطش وهو في الكهرباء، انا سخنته كويس، اتاكدت ان هو درجه حرارته كويسه على دماغها، اقوم حاطه كده وبعدين هضيقه على قد راسها وهسيبه لمده 10 دقائق، وبعد ال 10 دقائق هشيل من على دماغها البرو كاب وهسيبها بس بالكاب اللي تحت ده، وهسيبها بقى لمده 3 4 5 ساعات زي ما انا عايزه. بعد ما يعدي الوقت ده هشيل البرو كاب واغسل لها شعرها بالشامبو، وهوريكم بقى نتيجته عامله ازاي على شعر لوجي. وده شكل شعر لوجي بعد ما سبت حمام الزيت على شعرها ساعتين، هي ما استحملتش غير ساعتين، بتقولي حاسه حاجه على راسي، متضايقه ان البنيه هو على دماغها، ما تقولي حاسه ان في حاجه تقيله على دماغي. ده شكله بعد ما سبته على شعرها ساعتين، ما شاء الله هو اصلا فتله شعر لوجي ناعمه، بس هي ويفي شويه، بيهيش شويتين. انا بقيت اقدر اعمل للوجي شعرها دي الحصان عادي، وما بقتش اخاف ان هو يهيش شعرها، طبعا مفروض، بس هو اصلا طبيعه شعر لوجي ويفي، يعني هو مش بيفرد الشعر الويفي، ولكن بيمنع الهيشان وبيخلي الشعر فيه تراوق حلوه جدا. يعني الزيت ده معايا انا بيفرق جدا، اللي هو بيخلي الشعر مفرود 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 مفوش تكسيره، بس ممكن لوجي علشان طبيعه شعرها اصلا ويفي، وطبعا الشعر الويفي ده شعر جميل جدا، انا اصلا بحب الشعر الويفي ده جدا. وكمان انا بستخدم الزيت ده بطريقه تانية غير ان انا اصلا بسيبه على الشعر وبعدين اغسله، قال لو انا شعري مبلول او لوجي او ايلي قبل ما بينشف بحط شويه صغيره خالص كده على الشعر كله وبسيبه ما بغسلوش. الزيت ده بقى احسن حاجه فيه ان هو خفيف جدا، الشعر بيمتصه وما بنحسش خالص ان الشعر مزيت او عليه طبقه دهنيه. وعايزه اقول لكم ان لوجي كانت بتحبني اعمل لها شعرها كيرلي على طول، يعني اول ما تاخد دش تقول لي اول حاجه ماما اعملي لي شعري كيرلي، من بعد ما بقت تستخدم الزيت ده بقت تقول لي انا مش عايزاه كيرلي، انا عايزاه مفروض زي ما هو. فلو اي حد عنده اي مشكله من الحاجات اللي انا قلتها انصحكم طبعا بزيت شايني بوني، حلو جدا جدا وهيعجبكم على ضمانتي.